السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندوزو للدراري الصغار، غادي نهضر واحد شويه على الدراري الصغار وكيفاش انك انت تعرفي على الشخصيه ديال الطفل ديالك. اللي عندها شي طفل يعني تيكون غامض، ما باغا تحل ليه الدماغ ديالو، تشوف المخ ديالو فاش يفكر وداك الشيء، حنا غادي نعطيو واحد الحلول بسيطه، يعني واحد الخدع ابتكرها العلماء النفس، يعني طرق تساعد الاباء والامهات على كشف مكونات والاسرار ديال الاطفال ديالهم بطريقه عفويه، يعني كتكون واحد الطريقه عفويه وغير مباشره وبلا اسئله صريحه، يعني بلا ما تخلعهم، حيت الدراري الصغار وبالاخص يعني حتى الاطفال المغاربه خطار عويقين في شكل، يعني ما تدوزاش عليهم. يعني غادي نعطيكم شي اسئله وانتوما يعني كيفاش خاصكم انتوما، بس بحال واحد القصص واسئله يعني تقولها تعودها الابن ديالك، ومن خلال الجواب ديالو غتعرف اكثر على الشخصيه ديالو. حاول غادي نهضر، خصني نهضر باللغه العربيه شويه الفصحى باش الناس باش حتى الناس العرب يستافدوا معنا. احكي لطفلك لطفلك عن قصه عصفور اب وعصفوره ام في عش فوق شجره وتهب الرياح قويه، ويقع العش على الارض ويطير العصفور الاب الى شجره، مزيان، وتطير العصفوره الام الى شجره اخرى. انت غادي تسولي ولدك، اسال طفلك الى اين طار العصفور الصغير. اذا قال لك طفلك ان العصفور طار لابيه فهو متعلق بأبيه، وإن قال إنه طار إلى أمي فهو متعلق بأمه ويراها هي منبع الأمان. أما إن قال الطفل الصغير طار إلى شجرة أخرى فهذا يعني أن الطفل واثق ومستقل ويشعر بالأمان. هذه الخدعة أنا درتها للأخ ديالي الصغير وقلت ليه عندنا دابا ثلاثة الفريخات في واحد العش، باباهم وماماهم وفريخ صغير وكلهم كيطيروا، طاح العش هرب باباه لواحد الشجرة وهربت ماما لواحد الشجرة. قلت ليه الفريخ الصغير فين مشى؟ قال لي غيمشي عند بابا. قلت لي يعني انت كتبغي بابا؟ ويقول لي اه صافي. الويده تزيرات قالت لي ياك؟ قال لي راه كنبغي بابا حيت كيدور معايا، حيت تيتهلا فيا، حيت هادي كيخرجني كيسالني انت مره كتخرجيني. يعني هنا عرفنا واحد يعني واحد الجزء من الشخصيه ديال الاخ ديالي الصغير. المهم ندوزو ثاني حاجه. احكي لطفلك مثلا ان هناك طفل يبكي بشده وانه خائف، يعني عاود للطفل ديالك بلي راه واحد الوليد صغير ومسكين كان تيبكي وخايف. يعني غادي تسولي الطفل ديالك فمن ماذا يخاف او من ماذا، يعني شنو اللي كنخالعو. الاجابه ديال الطفل ديالك غادي تعرفي كثير من المخاوف ديالو الشخصيه والاشخاص الذين يخيفونه ويشعر ان وجودهم يهدده ويضايقه. يعني من خلال الجواب ديال الطفل ديالك غادي تعرفي، غتقولي مثلا هذا الوليد واحد الوليد كان كيبكي وهادي في نظرك علاش كان كيبكي؟ احقا راه حيت كيخاف من فلان، احقا حيت كيخاف اللي يكونوا داروا ليه. يعني هنا غادي تعرفي على واحد الشخصيه من شي حوايج من المخاوف اللي كتواجه الطفل ديالك. احكي لطفلك، هذه القضيه ديال السفر، احكي لطفلك ان هناك شخص سوف يسافر الى مكان بعيد ولن يعود ابدا، فمن تتوقع ان يكون هذا الشخص؟ يعني يقول شي واحد، راه واحد السيد غادي يسافر وما غاديش يرجع، شكون هذا السيد اللي انت في نظرك غادي يمشي؟ الاجابه ديال الطفل غادي تخليك تعرفي ان من هو، يعني الشخص اللي كيكره وكيتمنى انه يكون بعيد عليه. يعني اغلبيه ديال الاطفال غادي يقولوا استاذ. اما يعني ركزوا في هذه القضيه، اما اذا قال الطفل ان الذي سوف يسافر هو الولد، يعني راه هذا كيكره نفسك، كيكره نفسه. خاصكم تنتبهوا لهذه النقطه، خاصكم تنتبهوا لهذه النقطه. الا قال لك الدري انا اللي بغيت نسافر ما نعاودش نرجع، يعني راه السيد راه كيكره راسو، خاصكم تديوه للطبيب ضروري، خاصكم تديوه للطبيب. خبر جديد، يعني احكي للطفل ديالك ان هناك طفل عاد من المدرسه وقالت له امه تعال بسرعه، عندي لك واحد الخبر، عندي لك واحد الخبر. يعني سولي الطفل شنو كتوقع يكون هذا الخبر. الاجابه ديال الطفل ديالك غادي تساعدك التعرف على الجانب من رغباته ومخاوفه وتوقعاته، يعني باش غادي يرجع يقول لك هو شنو اصلا الدري كيتمنى من يرجع من المدرسه، شنو بغى يسمع، شنو باغي يلقى. يعني غادي تعرف واحد شويه على الشخصيه ديالو. الاحلام، بالنسبه للاحلام، حكي لطفلك ان هناك طفل استيقظ من النوم وهو مرهق ومنزعج وقال لامه انه راى حلما مزعجا في منامه. واسالي طفلك ماذا راى الطفل في منامه برايك. يعني حتى انت ملي كتسولي هذه الاسئله كترفعي من الشخصيه ديالو وكتشاوري معاه، هو غادي الاجابه ديالو غادي تخليك تعرفي نقاط الضعف ديالو والمشاكل ديالو في العلاقات مع الافراد العائله والاصدقاء ديالو.
حاجه يعني في الاخر كنقول لكم من الملاحظ يعني من المهم يعني ما تبينش للطفل يعني ما تبينش للطفل اجابه ولا تعاتبيه مثلا، ما تقوليش ليه شنو الاجابه، خليه هو يجاوب بعدا، ما تقولش ليه لا خصو يمشي الى هذه لا خصو يدير لا، خاصك هنا حنا بغينا نتعرفوا على الطفل ديالنا، بغينا نعرفوا كيفاش داير، يعني ما تعاتبوش ما تغوتوش عليه، يعني مثلا كانت الاجابه ديالو كتعصبكم لا خاصكم اولا يعني يعني تحاولوا انكم تصلحوا الامور، تعرفوا الجانب من الشخصيه ديالو، من المخاوف ديالو، الهموم ديالو، وكيفاش تتعاملوا معاه. كنتمنى انه يكون الفيديو يعني يقدر يكون فادكم، هادو بعض المعلومات بغيت نشاركها معكم. ما تنساوش ديروا اعجاب على الفيديو اللي عجبكم، توضعوا التعليق ديالكم كذلك، ديروا اشتراك على القناه لكي تشاهدوا الفيديو اول مره، تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.